اهلا متابعينا الكرام من محافظة الاسماعيلية. حريق هائل بمديرية امن الاسماعيلية اندلع منذ الساعات الاولى فجر اليوم، وحتى الان متحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الوضع. على الفور أعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ القصوى، ومستشفيات الشرطة وغيرها من المستشفيات حالة الطوارئ القصوى في لاستقبال أي حالات أثر الحريق. وحتى الآن تحاول القوات الحماية المدنية إخلاء العالقين من مديرية أمن الإسماعيلية. لم يصدر حتى الآن بيان رسمي، في انتظار بيان رسمي لمعرفة أسباب الحريق. يا رب يحمي اخواتنا واولادنا من الشرطة. مصطفى الآن من أمام مديرية أمن الإسماعيلية حريق هائل داخل المديرية أدى إلى تآكل المبنى بالكامل. أنا بكلمك على شابو خير. بالفعل احنا من امام مديرية امن الاسماعيلية. كما قامت هيئة قناة السويس بدفع عربيات حماية مدنية لمكان الحادث.